السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخبالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلام، ورجعنا بفيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي ثاني وهو التحدي من فرقة البروت او الالي اللي بدي اشوفه قدامكم. المطلوب بهذا التحدي، طبعا التحدي الاول راح يطلب منك انه تلعب مع اصدقائك ثلاث لعبات مختلفة، فهذا التحدي سهل، بس التحدي الثاني راح يطلب منك انه تستعمل هذا الالي او تدخل بهذا الالي خمس مرات او بخمس لعبات مختلفة، يعني كل لعبة تدخل الالي مرة. فانت اسهل طريقة انه تريد تكمل التحدي باسرع ما يكون لازم تدخل تيم رامبل حتى اول ما تنزل وتدخل اللعبة تاخذ الالي باسرع ما يكون وتحدد المكان بالخريطة، راح يراويك وين راح ينزل الالي او وين راح يكون مكان الالي، فانت تروح المكان الالي وتاخذه اسرع ما يكون قبل ما اللاعبين ياخذوه ويخربون عليك اللعب. فحتى لو انت وصديقك تقدر تاخذ الالي تقدر تصعد وياه وتكمل المهمة باسهل ما يكون. فلذلك التحدي سهل جدا، تدخل بخمس لعبات مختلفة وكل لعبة تستخدم الالي وتطلع خمس لعبات مختلفة. اتمنى عجبكم الفيديو، تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ودعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة، وانتم ما تقصرون. كان معكم انتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.